كملين بصباحنا معكم مشاهدينا ومها قد ايه حلوه هيدي المشاريع اللي عم نشوفها للصبايا والشباب والسيدات السوريات. عم بتكون مشاريع جميله عم تحقق دخل اقتصادي وتعبئه وقت فراغ يمكن والحصول على شيء جميل. استغلال وقت الفراغ لحتى ينتج شيء مفيد يعني للجميع. عم نحكي نحن اليوم عن المشاريع الشبابيه ودائما نحن بصباحنا دائما عم بيكون في لهم حصه لهيدي المشاريع لحتى نضوي عليهم لحتى هن يكون عندهم هيدي الفرصه لحتى يظهروا أكثر بمشاريعهم وبشو اللي عم يقدموا أيضا للناس. تماما. اليوم معنا تجربة بالاستوديو الصبية ميسر حية صاحبة مشروع صناعة اكسسوارات وبالريزين والإيبوكسي. رح نتابع أكثر معها وتفاصيل شغلها. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير يا ميس. صباح الخير. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خبرينا عن مشروعك أكثر، ليش اخترتي هيدا النوع من الشغل؟ هلا صراحة مشروع الاكسسوار انا كثير عندي كان اهتمام بهي الناحيه، ناحيه الاكسسوارات وهيك. فانا بلش الموضوع عندي انه كنت مشاركه بمعرض للمراه الريفيه، انا كنت متطوعه بالامانه السوريه للتنميه، فكانت الامانه عامله مشروع للمراه الريفيه، فاتفقت انا واختي انه نعمل كم قطعه وهيك، فعملنا كم قطعه وعرضناهم بالمعرض، فكان في كثير اقبال صراحه. فمن هون نحن تشجعنا كثير وقررنا انه نجيب عده وهيك وبلشنا بالمشروع. مشروع مشترك انت واختك يعني؟ اي بلشنا بالبدايه مشترك يعني بلشنا فورا من اخر خطوه من الزبائن والناس اللي انه كثير لقينا اقبال يعني. فانه ونحن يعني كثير عم نعمل القطع يعني عندنا شغف بالموضوع كثير يعني وعندنا نظره ومخيله، ف هذا الشيء ساعدكم بشغلكم بعملكم. تمام كثير حلو. بلشتوا جبتوا العده وبلشتوا هيدا الموضوع يعني هو بده تدريب يمكن هي صناعه الريزين والايبوكسي هي يمكن صناعه حذره نوعا ما يعني هلا على غلط ما فينا نصحح يمكن. فنحكي عن مرحله التدريب الاستعداد لهيدي المشروع. هلا بدايه انا بلشت بالشغلات الحرفيه البسيطه يعني اللي هي مثلا سلاسل اساور هدول القصص المشغوله مثلا بالخرز او المعدن. بعدين مره يعني شفت على النت فيديو انه في حدا عم يشتغل بهدول المواد، فانا كثير يعني عندي حدا فضولي كثير، فحبيت اعرف انه شلون بيشتغل الواحد، فصرت احضر فيديوهات تعليميه وهدول القصص. فبعدين جبت الماده، طبعا كثير صعب يعني كثير كان صعب اني لاقيها، فلقيتها بمحافظه ثانيه اللي هي الشام. هلا اشتغلت بالريزين اول شيء بس ما كثير كانت تطلع معي نتيجه صافيه، فانا جربت الايبوكسي، فالايبوكسي هو يعني كثير طلع صافي وطلعت النتيجه مثل ما بدي، ومن هون بلشت اتشجع قطع قطعتين اول شيء عملت، بعدين لقيت كثير في اقبال والعالم يعني حبت انه شيء جديد وغريب، وكنت انا يعني بمنطقتي اول حدا مثلا بيشتغل بهذا الموضوع. الفرق مثل ما ذكرنا يعني بين الريزين والايبوكسي شو هو؟ هلا الريزين له استخدامات اكثر بانه انت تصنعي اطباق وهدول القصص يعني مختلف تماما عن الايبوكسي. الايبوكسي ماده كثير شفافه يعني هداك ما كثير صافي يعني بتحسي ما بتاخذي النتيجه انه يكون صافي تماما تماما بحيث الالوان والاشياء اللي ممكن نحن ندخلها من خلال طريقه العمل بتطلع يعني انت بدك تجربي مثلا. انا جربت مثلا بالورود الطبيعيه وهيك، ففي شيء بيتغير لونه، في شيء بيطلع صافي، في شيء بيطلع مو صافي، فهي القصه يعني. هل مراحل العمل كمان واحده ولا مختلفه من نوع للثاني؟ هلا مختلفه صراحه. هلا الايبوكسي هلا هن صراحة اثنيناتهم بدهم تركيز، يعني في عيارات معينة انت بدك تحطيها لحتى تطلع معك نتيجة اللي بدك اياها. ففي عيارات مجفف ويعني في المادة هي الايبوكسي والمجفف، فانت في عيارات يعني ثابتة هي بدك تتخذيها لحتى انت توصلي للنتيجة انه يجف. تمام. هلا في هون نموذج لشغلك ولا رح نتابع صور كمان لايضا اللي عم تشتغلي؟ خبرينا عن القطع يعني لوين اتجهتي، على القلادات، على البورتوكليات، على الاكسسوار، وين اكثر عم بتلاقي حالك يعني؟ هلا صراحه
الايبوكسي بتحسي بيفسح لك مجال اكثر مخيله يعني. هلا بس تشوفي مثلا ورود طبيعه مثلا انت بتصيري تتخيلي هي كيف ممكن تطلع اذا انا صبيتها او كيف مثلا يطلع شكلها النهائي. في قصص كثير بتطلع حلوه، فانت من هون بيصير عندك دافع انه انا بدي الاقي شغلات جديده وقصص جديده مثلا اعملها. تماما يعني نشوف كمان اشكال كثيره يمكن انت عم تصنعيها. نحكي عن كل قطعه شو اللي حاططي فيها مثلا مثل هيدون. هلا هدول اساور حاطه فيهم هنن كلياتهم عباره عن خرز بس باشكال متنوعه. تماما. والخيوط المستخدمه، هلا الخيوط المستخدمه هي الخيط الشفاف، خيط السمك بسموه خيط السمك. اي هذا الخيط امتن شيء يعني صراحه بالاستخدام. عم تلاقي حالك اكثر بالايبوكسي يعني، في عندك مجال اوسع بهذا الموضوع. هلا الايبوكسي عليه اقبال كثير يعني، بتحسي مو انه شغله ما كثير العالم كانت عم تشتغل فيها، فكان عليها اقبال كثير يعني، كنت اخذ تواصي اكثر من الاكسسوار العادي. هي شغلات يعني الجديده يمكن بيكون في عليها تواصي وبيكون اشياء خاصه يعني، كل شغله ما بتشبه الثانيه، فدائما هم يكون هذا الموضوع موجود بشغلك انه دائما تميز عن الاشياء الموجوده بالسوق. هلا هو الموضوع هو انه يعني انا كثير حبيت انه الموضوع هو تميز، فهذا الشيء فسح لي فرص كثير لانه العالم تتعرف على شغلي، انه العالم يصير عنده فضول مثلا انه مثلا اعمل لها صوره مثلا صور خاصه فيها، انه تشوف الشغل فهي تنبهر، حتى انه مثلا تشوف انه الشغل على الواقع غير الصور مثلا احلى من الصور. فكثير كان يعطيني الموضوع دافع يعني انه انا خلص رح كمل بهذا المشروع، ويعني بكل حب يعني بكل حب وشغف. والقصة يمكن بتضاين منيح يعني، هي بتروح ابدية فانه لها ضيانة يعني، ما بتخرب مع الزمن، عوامل الطقس ما بتأثر عليها. لا ما بتأثر. هلا هي تأثير الطقس عليها بانه درجة الجفاف بالشتاء بالشتوية كثير بتعذبك يعني يعني على البرد، هي بدها حرارة يمكن، ما بتضل احيانا يومين مثلا لين شف وج واحد، بس بعد ما بتنشف ما بقى شيء بيأثر. لا ما بقى شيء بيأثر، بياخذها الزبون او اي بياخذها الشخص اللي بده اياها ما بقى بيأثر عليه. تماما. اذا كان درجه حراره كثير كثير عاليه بالصيف دغري يعني، يعني بيومين بتطلع اول وش بينشف، ثاني يوم الوش بتصبيه عادي نظامي بينشف. تعتمدي على مخيلتك يعني بالقطع اللي بتعمليها، او مثلا صور ممكن شخص يقدم لك انه بدي مثل هيدي الصوره؟ هلا صراحة اثنين بس اكثر على مخيلتي يعني، انا بحب حطي هيك بصمتك انت يعني. ايه بحب كثير انه انا عندي مخيلة وكثير بستغلها صراحة يعني، بيطلع معي شغلات يعني. انا مثلا ما بعمل قطعة مثلا اكثر من قطعة لاكثر من شخص يعني، انا هذا الشيء اللي بيميزني انه انا قطعتي خلص عملتها لهذا الشخص تحديدا، ما بكررها. لا ما بكررها. الشغلات اللي العالم بتحبها مثلا الشغلات الدارجة هلا مثل العين الزرقاء وهدول القصص، هي ممكن تنطلب طلب مثلا، وانا على حسب مزاج الزبون اجباري بدك يعني تراعي انت، بالاضافة لانه الالتزام يعني، هو الالتزام اهم شيء. بياخذ وقت هيدا الشغل؟ هلا بياخذ وقت، بس خلص مثلا الشخص اللي بده قطعته مثلا بهذا الوقت تحديدا انت بدك اجباري تعطي انت هيدي المساحه لحتى تخلصي شغلك انت وتكوني بمساحه امان لحتى تسلمي القطعه. تمام. شو تعلمتي من هيدي التجربه ميس خبرينا؟ هلا كثير صرت اعتمد على حالي يعني، يعني بتحسي حالك مسؤوله من حالك، فهذا الشيء بيعطيك ثقه اكثر يعني بحالك، واضافه الى انه انا عم بعمل شيء بحبه، وثانيا مثلا عم طلع مصروفي الشخصي، فالموضوع يعني كثير اعطاني ثقه بحالي، وكثير حسيت انه انا مرتاحه يعني، ومرتاحه اني كمل فيه، ومرتاحه اني مثلا طور لقدام وفكر بشغلات لقدام طورها ويطلع شيء يعني كمان مميز وخاص فيني. تمام. كثير حلو. وين عم تسوقي منتجاتك؟ صراحه انا عندي صفحه من شيء، انا بشتغل بالهاند ميد من 6 سنين. حلو. يعني صار لي فتره منيحه، فانا عامله صفحه على الانترنت اسمها هيك شيء. كمان عم بشتغل على الصفحة أنا وأختي. هلا أختي صيدلانية فعندها اهتمامات بالمجال الطبي، فمننزل الإكسسوار بالإضافة للمواد الطبية التجميلية.
بيته. عم يكون في هيك هذا الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يعرفوا أكثر يعني تفاصيل عن هيك شغل؟ بتنسألي مثلا أنه كيف عم تطلع هيدي القطعة؟ ممكن أنه حدا يقول لك أنه كيف عملتي؟ يعطينا التفاصيل، علمينا ميس كيف نبلش؟ هلا طبعا يعني كثير أول شيء كان كثير العالم مثلا مستغربة مثلا أنه هيدا القطعة كيف عاملتها أو كيف هذا الشكل النهائي طالع معي. طبعا أنا ما ببخل عليهم بالتفاصيل، بشرح لهم وشرحت لهم الخطوات وقالوا لي انه كثير عم تتعذبي لحتى تطلع معك النتيجه. قلت لهم انه اهم شيء انا عندي نتيجه انه عم تطلع مرضيه يعني للشخص اللي بده اياها. تمام. وعم بيكون في تصوير لمراحل العمل احيانا، يعني بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاعمال انه بتكون من بدايتها لنهايتها، فحاولتي تجربي بهيك قصه ولا لسه؟ هلا لسه، بس في هيك فكره يعني. اكيد نتمنى لك التوفيق بهيدا المشروع وكل المشاريع اللي عم تقومي فيها بحياتك. شكرا لك ميس، شكرا لك، صباحنا اهلا وسهلا. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا لك ميس للحيه، نورتي صباحنا لهيدا اليوم، توفيق بمشروعك. خلي لي اياك.